وليد الشامي مثلاً. شبيه وليد الشامي؟ وليد الشامي أنا أغلب الأغاني زين؟ إذا مو ثلاثة أرباعة أو أكثر. أنت كاتبها لوليد، وش سوى أستاذ وليد الشامي؟ دز لي أغنية قلت فقاعة. هو دز لك أغنية إله؟ إلي. ياخذ رأيك؟ ياخذ رأيي. ليش كتبت له فقاعة؟ أغنية مو حلوة. وش قال هو؟ ايش سوى؟ قلت له أنت مغني أحلى من هاي الأغنية بواي. وش قال؟ وليد الشامي رأسا شالني من الفيسبوك كله. أوف، وأنت ايش كاتب له أبرز أغاني؟ هذا حبيبي أحبه كلش؟ من بعد وحدة وحدة. سيبة. ايش كاتب؟ كاتب سيبة؟ بسيطة. بسيطة. لوريكم أشوفكم مجن عذابي. مجنوني. مجنوني إلك؟ إيه. هذا حبيبي احبه كلش لك. حبيبي بعد ايش كاتب له؟ اغاني وحده مصلاويه يعني ما عندك اغنيه اسال ذاك واسال هذا واسال هذا وهذا هاي لك؟ اوف هاي عمار حلو الوليد الشامي، ليش زعل منك؟ انت شكو تكتب له فقاعه؟ والله يمكن حقه يزعل، ليش تكتب له فقاعه؟ هو يجوز حساس، انت ليش تكتب له فقاعه؟ حق هذا إلا فقاعه كثير قولها مو حلوه. انا رجل تعلمت ان اكون صريح لان من خلال الصحافه. زين بمحنتك سال عليك؟ ها؟ بمحنتك سال عليك؟ اي خلي لزمك ادينك. سال عليك لو ما سال؟ بمحنتي اي قبل الفقاعه. قبل الفقاعه. لا حول ولا قوه الا بالله. كان يسال. قبل بعدها مو بس يسال. ها نمت مستشفى دفع كل تكاليف المستشفى. صح بعد خلف الله عليه سحب قلبك ما بالعكس يا خلف الله عليه وين ما اروح احشيها زين وبعد ما قلت له الاغنيه مو حلوه بعد الفقاعه صار اسمي فقاعه بالنسبه له. لا انت شاعر كبير اكيد. شو تقول لوليد الشامي؟ انت كاتب له هوايه اغاني حلوه اكيد هو قلبه طيب ويساعد الفنانين انا ذبي هو ابن خير وانا سمعت هو هوايه مساعدك وايا تعب وياك هو خطايا المسكين. شو تقول له؟ ما انكر ما انكر بس هو بعد ما قلت له اغنيه مو حلوه؟ بعد من كتبت له فقاعه ايه؟ بعد ما بعدها غنى خمسه او ست اغاني ايه؟ ولا واحده نجحت. زين انت ما كاتبهن؟ نجحن بس الاغاني اللي يعني مطيح. اه وانت